السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. النهاردة هنتعرف أولا على كيفية تغيير الباسورد لحساب الفيسبوك، وثانيا إزاي ممكن أتصرف لو نسيت الباسورد بتاعي. نبدأ بأول فكرة، هدخل على البرنامج، فوق على اليمين هضغط، وبعدين هنزل تحت شوية واختار Settings and Privacy، منها هختار Settings، وبعدين في القسم الخاص بالSecurity هفتح Security and Login. في هنا خيارات كتير مهمة هنتكلم عنها بعدين، لكن أنا تركيزي كله النهاردة على فكرة تغيير الباسورد، فهختار تحت كلمة Login هختار Change Password. هيطلب مني احط الباسورد الحالي، وبعدين احط الباسورد الجديد مرتين واضغط على سيف تشينجز. دي الفكره الاولى، لو كنت انا عارف الباسورد الحالي ازاي ممكن اغيره. طيب لنفرض ان انا ما اعرفش الباسورد الحالي، نسيته، هتصرف ازاي؟ هضغط تحت هنا على فورجيت باسورد، هيعرض لي هنا الايميل او رقم التليفون اللي انا مسجل بيه على فيسبوك، هختار، وممكن يكون في اكتر من ايميل، وممكن يكون كمان يكون في اكتر من رقم تليفون، هختار الايميل او رقم التليفون اللي انا عندي اكسس عليهم، اللي انا ممكن استقبل عليهم رسائل، واضغط على نيكست. هيبعت لي كود مكون من 6 ارقام على الايميل او على رقم التليفون، هاخد ال6 ارقام وادخلهم في المربع ده، وبعدين اضغط على نيكست. هنا بقى هيسألني عن الباسورد الجديد، بس هحط الباسورد الجديد واضغط على نيكست، وبكده اكون غيرت الباسورد الخاص بي على فيسبوك، سواء كنت عارف الباسورد القديم او ما كنتش اعرف. طبعا اللي هيصادف مشكلة في الفكرة دي هو الشخص اللي ما عندوش كمان اكسس على الايميل او رقم التليفون القديم، ودي مشكلة تانية ممكن نتكلم عنها بعدين. لو استفدت من الفيديو اضغط لايك، ولو حبيت تشوف كل فيديوهات فيسبوك هتلاقي فيه رابط في الديسكريبشن الخاص بالفيديو، أو هيظهر بعد شوية على الشاشة. شكرا على المتابعة.